والله يا عمي، بيع السمك بهالحاره مو جايب همه. يا دوب يجيني زبون زبونين ثلاثه ان كثرت، تقول ما حدا بيحب السمك بهالحاره؟ مو معقول. ايش بدك تسوي فكري؟ بدك تطول بالك، بعدين الناس لسه ما تعودت عليه. صبور، مالك حل غير الصبر. اكيد راح اصبر، ليش؟ عندي حل تاني؟ ما في شغله تانيه اعملها غير اني اصبر. ايه انت التاني كمان تلحلح شوي ولاقي لك بنت الحلال، يعني مو معقول تضل هيك لحالك. ان شاء الله مرت عمي، ان شاء الله لنفرح ببسام وزمرد بالاول. الله كريم. مرحبا بسام. اهلين اهلين. مانك سمعان ولا الفتحي؟ يعني مثل ما قلت له لفتحي صبور، انت التاني صبور. ان شاء الله ان شاء الله، كلها شهر شهرين ثلاثه، سنه سنتين ثلاثه، يعني هيك بتكون تلحلحت الامور معي وبصير معي شويه مصاري وبعمل لك احلى عرس. قول ان شاء الله. لا إذا هيك طمنتني، إذا شغلت سنة سنتين اطمنت، طمن أنت كمان. مزبوط أخي، معناتها طول عمري وحياتي لحضل وحداني، وغير الله ما بيعرف إمتى لحتجوز. يو، ليش هيك عم تحكي أخي؟ الله كريم يا مو، الله كريم. رح دور لك على أحلى بنت بالحارة. إيه مو ليش مع الخبزة بالأول ويكون قد المسؤولية؟ لا 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 يا أبي، ليش هيك عم تحكي معي؟ وخلينك إيش رقبتك، خلاص كوت. أهلين فتحي. مشاكل الحارة كترانة ولازم نلاقي لها حل. إيه والله معك حق يا مختار. قبل ما نحل مشاكلنا لازم نعرف مين وهذا اللي عم بوصل اخبارنا من الفرنساوي. انت شو عم بيصير؟ هلا ما صار شيء، بس حاسس انه رح يصير شيء من الفرنساوي. ما نشكر منه بنوب. ما رح نقدر نعرف مين عم بينقل اخبارنا للفرنساوي إلا إذا راقبنا الناس كلها. ومين بدي يراقب الناس كلها؟ راتب وبسام وفكري وغيره وغيره. أنت بس أشر زعيم. عمي بدي إياك تفوت بين الناس وتعرفنا مين وهذا اللي عم ينقل أخبارنا للفرنساوي مشان نلقطه ونبعده عنا، مشان كمان نتحرك برياحتنا ونعرف إنه ظهرنا محمي. إيه شو عليه مثل ما بدك.